نيجيري عبد القادر المدعو موسى، تعاقد بالجماعة الإرهابية سنة 2015. ربطت الاتصال مع هذا عمر مسرور، هو اللي وصلني الجماعة الإرهابية. وقبل شكون اللي باش ربطت معاه؟ هذا ولد مخلوفي محمد، بت عنده مدة، ومن بعدك وليت نتردد تسمى بين فورتلو واسمه تلس، ومن بعدك الدنيا عند هذا حسين ترددت عليه مدة 3 أيام بعد عنده، من بعد مر 3 أيام عرفتني هذا حسين بالطوموبيل تاعه وصلني إلى الشراية، هذه الشراية مدينة مكميرابو للفوق. من ثم تلاقاني هذا عبد الغني واسمه عبد العالم البطلي هو معهم، اداني هذا من الشراية هذه طلعوني لبوناب، مدينة بوناب هذه التقيت مجموعة واحدة أخرى تاع الإرهاب يوسمهم بو شعيب شيبلو عمي محمد نقولوا له بو مهالة كريمو، ثاني من جهة ولاد عيسى، المهم أنا وعبد الغني وشيبلو. والمهم من المجموعة حاول تكون من 6 أو 7 واحدة أخرى يقولوا له عبد الرحمن. قعدنا ثم مدة نتاع المهم تواريخ ما نحصيش يعني بصح نحكي لك اسمع القصص كيف حوالي 6 أشهر ولا بعد خرجنا من بونا بعد عندنا هذه المدة في وادي الحمام. زدنا قعدنا مدة أسرة ثم التسلسل تاع التسليح تاعي، أولا قلنا فيها قنبلة، ومن بعد عطاوني محشوشة، بعد عطاوني بومبا هذه المضخة، ومن بعد دخلت لوادي الحمام ديال سيمينو. بعد من وادي الحمام معايا السيمينو هذو قبل حتى قبل ما نروحو للدلس، هنا في وادي الحمام صرا التدريب تاعي، دربنا حوالي واحد 3 أشهر ولا عند هذا واسمو يقولوا له عبد القادر، عبد القادر من دلس، ودربوا معايا مجموعة واحدة أخرى. قعدنا هكذاك مدة شحال حوالي قلت لك ما كملش 3 أشهر، ومن بعدك قعدنا صرات ثاني أحداث في وادي الحمام هذه. ملي طلعت انا هي ما كاش ميم هما ما عندهمش اعمال ولا سما ما كاش اللي تخلص ولا من بعد. المهم في وادي الحمام قعدت هكذاك المده هذه، تلاقيت مع مجموعه اخرى كاين منها بزاف، منها هذا جبل وهراني، منها دخلنا هنا حوالي 2020 ولا 2021 سمعنا هنا عامين صارت لنا هذه زوج احداث تاعي الاخر هذه وين تبليسي ثاني وين صارت تاع الاخر هذه وين حكمونا اسمها ابرز الاحداث اللي صارت لي في هذا تاعد في تاعد تحتح العمليه الاخرى هذه تحكمنا ظروف تاع الاصابه تاعت مع التحتح. كنا في مجموعه هكذا كان تحتح وكانوا هذوك ربع الاولين طايحين قاعدين هكذا تيرين حنا موراهم، بصح بدات الرمايه كي بدات الرمايه خرجوا فينا العسكر بدات الرمايه تيرينا وهربنا تيرينا هكذا وهربنا ما على باليش انا واش صح هو بعدك طاش وحده راح مشي معنا وحنا لازم نسحبنا هربنا. كان معايا حذيفة والحاج هذا وكذا مش مع واحد اخر، وقعدنا لداخل الحصار حتى نخرج حتى نخلص الحصار، ومن بعد وقعنا في الحصار هذا الاخراني نتاع وين تحكمنا هذه كي وقعنا في الرصاص تاع العسكر اللي طاح وطاح، ومن بعد حنا هربنا كان ابراهيم والاخر السبعه هذو حنا كي سحبنا هربنا قعدنا لداخل الغار هذاك التبليسة هذا المقدم. بعد مات ثم زاد عليه الحالة خرجنا برا تعاونا دفنوه حفرناك كلش ودفناه ثم قعدنا حوالي فايتة 18 يوم. ترى المرة الأخرى كي تسمى خلاص صارت حتى راح نموتو صار لداخل من سمعت اسمه أسامة قال لعمي عمي عاصم قال له كيفاش نديرو، قال له سمعت وشاف شتو قال له بالعقل قال له نسلموا انفسنا. أسامة قال لك خلاص هيا نسلموا انفسنا عطينا لهم سلاحنا وبداو يخرجوا بالواحد. الحمد لله عطيت لهم صوالح اللي بقاو عندي، يعني شافي قال لي لا عندك موس عطيت لهم موس وجبدني طلعني الفوق قدامهم وعلي عاون الحمد لله جات واحد رافدني معامله ما شاء الله يعني الحمد لله كيما 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 قالوا لنا كيما لقينا قال لك سمعت قالوا عليكم الامان هذاك يا أسامة واحد سمعته قال له سمني الروس قال له تهضر معايا قال له ما عليكم والو قال له اخرجوا برك حطوا سلاحكم واش عندكم وطلعوا. الحمد لله خرجونا من الغار هذاك
ودونا حطونا في وين حتى صورونا مع سلاحنا ونقولوا ان شاء الله ما الغلطه اللي غلطنا احنا ما زدتوش غلطوا فيها هما. تشوف بعينك هكذا وتلحق لا يسمع وين ما زيش ما زيش تسمع راك شفت كاش راح يزيد يحكي لك دوكا ولا يقنعك ولا هذه